يستقبل سكان قطاع غزة شهر رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل انعدام أساسيات الحياة في غالبية مناطق القطاع. المزيد في التقرير التالي نتابع. وسط أهوال العدوان الإسرائيلي وما خلفه من معاناة ودمار غير مسبوقين، يستقبل سكان قطاع غزة شهر رمضان بصمود وصبر في مدينة رفح الفلسطينية، ورغم تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل انعدام أساسيات الحياة، يحاول النازحون إيجاد الفرحة من خلال إعداد الزينة والأغاني، حيث يبدو الأمل وحب الحياة أمرين لم يغيبا عن قلوب سكان القطاع مهما طردهم الموت والدمار. شهر رمضان شهر كريم رغم أنه مش زي كل سنة، لكن إحنا الحمد لله ثابتين وصابرين نستقبل شهر رمضان زي ما إحنا متعودين الحمد لله، بالزينة، بالتهليل، بالتكبير، بالدعاء، بالصيام، بالقيام، الحمد لله ثابتين لهذا الشهر الفضيل. نرجو من الله القبول، القبول والعديد من السنوات يعيدوا علينا إن شاء الله شهر رمضان، سنوات عديدة وإحنا بصحة وعافية، ورمضان إن شاء الله القادم تكون غزة بإذن الله أعادت إن شاء الله دمار والحصار اللي حاصل في غزة، إن شاء الله كله حيتغير وكله إن شاء الله حيرجع أفضل من الأول. وبالرغم من محاولات استدعاء الفرح ابتهاجا بالشهر الكريم، تبدو قلوب النازحين مثقلة بالحزن والخوف في ظل شح الطعام وتزايد خطر المجاعة. جعلت رمضان هذا العام شديد الاختلاف عن باقي الأعوام، يضاعف التعب والجهد والعناء على كل كاهل فلسطيني، خاصة في بحث عن أقل الإمكانيات حتى وفرة المياه، وحتى إن وجدت هذه المياه فهي ملوثة. ومع حلول الشهر الفضيل تتجدد آمال النازحين أن يحمل معه بشائر السلام والأمن وينتهي العدوان الذي لم يترك بيتا فلسطينيا بدون جرح غائر. رمضان السنة مختلف جدا عن كل عام، احنا مش موجودين في بيوتنا، موجودين في الخيام، لكن اصرينا انه نزين لرمضان ونحتفل فيه، وان شاء الله يا رب نكمل رمضان في بيوتنا. ويتزامن قدوم شهر رمضان هذا العام مع مرور 5 أشهر من العدوان المتواصل، خلفت خلالها تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد، وعلى رأسها انعدام مقومات الحياة لدى الفلسطينيين وانقطاع المواد الغذائية وتضاعف أسعار المتوفر منها بشكل جنوني، ما يزيد من الأعباء على المواطنين في غزة.